بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد في مادة الرياضيات. والآن أبنائي الطلاب مع درس التهيئة للفصل الأول. هنا أوجد ناتج الجمع، طبعا جميعنا نفتح على الصفحة 11. أوجد ناتج الجمع. السؤال الأول 89 صحيح وثلاثة من عشرة زائد 16 صحيح وخمسة من عشرة. نكتبها هنا بشكل أوضح، 89 صحيح فاصلة زائد 16 صحيح وخمسة من عشرة يساوي. العدد الذي يكون على يسار الفاصلة نسميه عددا صحيحا، والعدد الذي يكون على يمين الفاصلة نسميه كسرا، فهذا يسمى عدد عشري، عدد صحيح وكسر. نجمع كل منزلتين من نفس النوع، طبعا الثلاثة هذا في الجزء من عشرة والخمسة في الجزء من عشرة، إذن نستطيع جمع ثلاثة مع خمسة، ثلاثة زائد خمسة ثمانية، ثم الفاصلة، ثم تسعة زائد ستة. تسعة زائد ستة كم؟ نعم 15، خمسة ومعنا الواحد باليد واحد، أو ممكن الواحد نقول على أعلى الخانة أو المنزلة التالية له، يعني ممكن نقول فوق هذا الواحد العشرات. نقول ثمانية زائد واحد تسعة، تسعة زائد واحد أيضا عشرة، وبالتالي يكون ناتج الجمع هو 105 صحيح وثمانية من عشرة. طيب ننظر إلى السؤال رقم اثنين، هذا السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين يقول سبعة صحيح وتسعة من عشرة زائد 32 صحيح وخمسة وأربعين من مئة. يمكننا جعل المسألة على الشكل الرأسي مثل هذا المثال، فنقول سبعة صحيح وتسعة من عشرة، سؤال رقم اثنين، سبعة صحيح وتسعة من عشرة زائد 32 صحيح وخمسة وأربعين من مية. 32 صحيح وخمسة وأربعين من مئة. طبعا نلاحظ أبنائي أن الفاصلة لابد أن تكون أعلى الفاصلة، وكل منزلة فوق المنزلة التي من نفس النوع، يعني مثلا سبعة في الآحاد 32، هذا الاثنين الذي يكون في الآحاد تحت السبعة، وهذا الثلاثة الذي في العشرات على اليسار، الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء من عشرة تسعة، الجزء من عشرة أربعة، الجزء من مئة خمسة. هنا لا يوجد الجزء من 100 لا غير مكتوب، إذا نكتبه، هكذا، إذا 7 صحيح و9 من 10 هو نفسه 7 صحيح و90 من 100. الآن نبدأ الجمع من الخانة التي على اليمين، خانة الجزء من 100، 0 زائد 5 5 و9 زائد 4 13، نكتب هنا الثلاثة، الواحد يكون إلى المنزلة التي تليه، الفاصلة هنا
ثم نجمع 1 + 7 = 8، 8 + 2 = 10، صفر معنا الواحد فوق المنزلة التالية، 1 + 3 = 4. إذن ناتج المسألة الثانية هنا هو 40 صحيح و 35%. طيب السؤال رقم 5. في السؤال 5 هنا فواكه، نقرأ المسألة بتمعن أي بتمهل وتركيز حتى نفهم المطلوب. اشترى محمود تفاحا بمبلغ 59 ريالا ونصف، وبرتقالا بمبلغ 12 صحيح و 95 ريالا، فما إجمالي ما دفعه محمود؟ إذن هذا المطلوب في السؤال، إجمالي ما دفعه محمود. الإجمال هو معناها جمع العددين 59.5 زائد 12 صحيح و 95%. نبدأ الجمع. هذه المنزلة منزلة الجزء من 100 غير مكتوبة، نكتبها، نقول 0 + 5 5، وخمسة زائد 9 14، 4 تكتب في الجزء من 10 والواحد إلى المنزلة التالية، 9 + 1 10 + 2 12، 2 والواحد إلى المنزلة التالية. لا ننسى كتابة الفاصلة هنا، ثم نجمع 1 + 5 6، 6 + 1 7. إذن الناتج هو 72 صحيح و 45 ريالا. إذن إجمالي ما دفعه محمود يساوي 72 صحيح و 45 ريالا. ننتقل أبناء الطلاب الآن إلى عمليات الطرح. يقول في السؤال هنا أوجد ناتج الطرح. لنبدأ بالسؤال رقم 6. 24 صحيح و 6 - 10 ناقص 13 صحيح و 3 - 10. في هذا السؤال نستطيع طرح كل منزلة من نفس المنزلة، فنقول 6 - 3، الجزء من 10 هنا 6 ناقص الجزء من 10 هنا 3، 6 - 3 يكون 3، ثم الفاصلة. في خانة الآحاد هنا يوجد الرقم 4، وهنا في خانة الآحاد يوجد الرقم 3، فنقول 4 - 3 يكون الناتج 1، وفي خانة العشرات هنا الرقم 2 وهنا الرقم 1، 2 - 1 = 1. إذن الناتج لهذا السؤال هو 11 صحيح و 3 - 10، 11 و 3 - 10. لننتقل إلى السؤال رقم 7، وفيه 9 صحيح و1 - 10 ناقص 6 صحيح و6 - 10. في هذه المسائل يمكن أيضا كتابته على الصورة العمودية، يعني بهذه الصورة، 9 صحيح و1 - 10 ناقص 6 صحيح و6 - 10. إذا قلنا في هذا الجزء من 10 1، وهذا الجزء من 10 6،
واحد ناقص ستة لا يمكن طرح الستة من الواحد لأن الستة أكبر من الواحد. إذن نضطر إلى إجراء عملية الاستلاف. هذا الواحد يطلب من العدد تسعة الاستلاف منه فيأخذ منه واحد، ويصير هذا العدد تسعة ثمانية، ويصير هذا العدد واحد 11. ثم نقول أن 11 ناقص 6 5 الفاصلة، ثم منزلة الأحاد 8 ناقص 6 2. إذا ناتج هذا السؤال هو 2 صحيح و5 من 10. ننتقل إلى عمليات الضرب. يقول في السؤال أوجد ناتج الضرب. المسألة رقم 10، 4 صحيح في 7 و7 من 10، يمكنها ضربها بهذه الصورة. نضرب العدد 4 في العدد التالي، 4 ضرب 7 28، 8 ومعنى 2، الاثنان باليد. يمكنك كتابة الاثنين في أي مكان حتى لا تنساها، ممكن بهذه الصورة. ثم تقول 4 ضرب 7 أيضا 28، ولا تنسى أن تجمع هذا العدد 2 على 28، 28 زائد 2 يكون الناتج 30. نلاحظ أن هذا العدد 7 و7 من 10 هناك فاصلة بعد كم رقم؟ بعد رقم واحد من اليمين، يعني نعد من اليمين رقم ثم أتت الفاصلة، وبالتالي هذه الفاصلة أيضا تنزل في الناتج بعد رقم واحد. إذا نضعها هنا ويكون الناتج هو 30 صحيح و8 من 10. طيب بنفس الطريقة ممكن إجراء عملية الضرب في المسألة 11. في المسألتين 12 و13 عبارة عن حاصل ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين، عدد عشري الفاصلة بعد رقم، وهنا العدد عشري الفاصلة بعد رقم. لنرى المسألة رقم 13، وممكن إجراءها على الشكل العمودي مثل هذا المثال، ونقول ثمانية ونصف ضرب 1.2 من 10. سنتعامل مع المسألة على أن الفواصل غير موجودة، ثم نرى أين تكون الفواصل في النتيجة النهائية. نبدأ الضرب. 2 ضرب 5 بعشرة صفر وباليد واحد، 2 ضرب 8 16 ومعنا 1 يكون الجمع 17، زائد نضع 0 هنا لحفظ المنزلة لأن هذا العدد 1 في المنزلة الثانية، إذن يكون في المنزلة التي على يمينه 0. ثم نضرب 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 8 8، ثم نجري عملية الجمع. هنا صفر، هنا 12 2 ومعنا 1، 1 زائد 1 2 زائد 8 10. الفاصلة هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، إذا تكون في الناتج بعد رقمين. أوجد ناتج القسمة. كما نرى مثلا في هذا المثال، أوجد ناتج القسمة 24 و6 من 10 تقسيم 2 و5 من 10. هذا هو السؤال، 24 و6 من 10 على 2.5 من 10. ماذا فعل؟ حرك الفاصلة التي بين الاثنين والخمسة إلى هنا حتى يصبح العدد هذا صحيح، يعني أصبح المقسوم عليه هنا صحيح، وبالتالي أيضا حرك الفاصلة التي بين الأربعة والستة
إلى يمين الستة فأصبح العدد 246 عددا صحيحا أيضا. إذا المقسوم أصبح صحيح والمقسوم عليه أصبح أيضا صحيح. ثم يجري القسمة بهذه الصورة. نستطيع فعل ذلك الأمر مع السؤال 14. 37 صحيح و 49 من 100 على 4 صحيح و 6 من 10. إذا أعدنا هذه المسألة كتابتها مرة أخرى نستطيع أن نقول هذه علامة القسمة. 46 إذا حذفنا الفاصلة بدل من 4 و 6 من 10 تصير 46، حركنا الفاصلة إلى اليمين خطوة واحدة. وهنا أيضا الفاصلة بين الأربعة والسبعة سنحرك الفاصلة إلى اليمين منزلة واحدة، فيكون العدد الآن 374.9. ونبدأ إجراء عملية القسمة بهذا الشكل. نبدأ القسمة من على اليسار. العدد 3 هنا نقسمه على 46 لا يصح، نضع صفر. ثم نقول 37 تقسيم 46 أيضا لا يصح، نضع هنا صفر. ثم 374 تقسيم 46، نأخذ الرقمين هذين على اليسار. 37 تقسيم 4 يكون الناتج هنا كم؟ 9، لأن 9 في 4 ب 36. إذا ضربنا 9 في 6 يكون الناتج 54. 4 باليد 5، 9 ضرب 4 36 و5 41. نجد أن ناتج الضرب هنا 414 أكبر من 374، وبالتالي نضطر نغير العدد 9 إلى 8. نجعل هذا العدد هنا 8 ونضرب 8 في 6، 8 ضرب 6 48، 8 ضرب 4 32، ومعنى 4 زائدة يكون الناتج 36. ثم نقوم بعملية الطرح. 4 ناقص 8 لا يصح، نستلف من هذا 7 1 فيصير هذا 7 6 ويصير هذا 4 14. 14 ناقص 8 يكون الناتج 6، 6 ناقص 6 0، 3 ناقص 3 0. ثم الآن 9 عليه الدور في النزول. 69 تقسيم 46، الستة التي على اليسار تقسيم 4 التي على اليسار فيها 1، 1 في 46 46. طبعا هنا قبل نزول التسعة المفروض هنا في فاصلة تكون بالأعلى. ثم نطرح 9 ناقص 6 3 و 6 ناقص 4 2، نضع صفر فيصير العدد 230 وهنا 46. إذا قسمنا 23 على 4 سيكون الناتج 5، ثم نضرب 5 في 46 يكون الناتج 230. بالطرح يكون المتبقي 0. إذا ناتج عملية الضرب هو 8 صحيح و15 من 100. إلى هنا تنتهي أبنائي الطلاب هذه التهيئة، وهي مقدمة بسيطة إلى الدروس القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.